صباح الورد عليكم مرة تانية. خلونا نبدأ معاكم بخبر عن السياحة في مصر. وامبارح أعلن مطار مرسى علم الدولي أنه استقبل 30 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة طيران هتوصل لمصر خلال الأسبوع، بداية من امبارح السبت ولحد يوم الجمعة الجاية، وده طبعا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية على السياح الوافدين فور وصولهم أرض المطار. كمان تم الكشف عن عدد الرحلات اللي وصلت امبارح بالتفصيل، وهي 9 رحلات من دولة التشيك، و10 رحلات من بولندا، و7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من النمسا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من سلوفاكيا، وده كبداية لاستقبال 118 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري، واللي هتوصل من 11 دولة أوروبية مختلفة، أكثرها طبعا هيكون من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا وسويسرا والنمسا وبلجيكا كمان. طبعا السياحه البيئيه والشاطئيه في مصر مهمه جدا في النهوض بالقطاع السياحي، وده لان مصر بتمتلك شواطئ ومحميات طبيعيه وشعب مرجانيه وكائنات بحريه متميزه جدا خاصه في البحر الاحمر. خلونا نعرف تفاصيل عن حاله السياحه واعداد السياح ونسب الاشغالات خلال الفتره الحاليه من ضيفنا على الهاتف دكتور باسم حلقه نقيب السياحيين. صباح الورد عليك يا دكتور. اهلا اهلا، صباح الخير استاذه سلمى. اهلا بحضرتك. طبعا احنا الفتره اللي فاتت كنا قلقانين على السياحه بسبب الاحداث اللي حصلت اخيرا، ف 30 رحله طيران من دول اوروبيه دي حاجه، ده خبر جميل يعني نبتدي بيه صباحنا النهارده. يعني عايز اقول لحضرتك الحمد لله، يعني استقبلنا في مطار مرسى علم عدد جدا من رحلات الطيران، وما زالت بتزداد اسبوعيا عدد الرحلات بالنسبه لمطار مرسى علم. ايضا عايز اكد انه مش مطار مرسى علم بس اللي بيستقبل رحلات الشارتر، الحمد لله احنا عندنا مطار سفنكس الدولي، يعني حتى الخدمه فيه زادت. احنا كنا بنشتغل على يعني اجراءات 300 راكب في الساعه، النهارده احنا ضعفنا ثلاث مرات هذا العدد، واصبح مطار سفنكس بيقدم خدماته بطاقه 900 راكب في الساعه، وده يعتبر يعني عدد كبير جدا في عمليه انهاء الاجراءات في المطار، وده كان بسبب زياده عدد الرحلات الطيران اللي بدات تيجي لمطار سفنكس. عايز اقول لحضرتك ان في 6 شركات طيران حتى الان اعتمدت جداول رحلات اسبوعيه لمطار سفنكس الدولي، طبعا كلها رحلات بتيجي من ايطاليا، بتيجي من المانيا، بتيجي من المملكه العربيه السعوديه، وطبعا ربط المطار بالمطارات في الداخليه في مصر، رابطه بشرم الشيخ، بالغردقه، بالاقصر، باسوان. فالحقيقه في حركه يعني اقبال كبير جدا من رحلات الطيران الشارتر لمصر، ويمكن انا عندي احصاء كبير جدا، يعني مش هنقول مطار سفنكس بس ولا مرسى علم، لا ده الغردقه وبرج العرب والاقصر اسوان. كويس جدا، احنا بنطمن الناس من خلال حضرتك طبعا، لان طبعا الفتره اللي فاتت يعني خاصه الناس اللي شغاله في السياحه كانوا قلقانين من قصة وفود السياحة على مصر، فالنسب والأرقام اللي احنا بنقولها بتقول ان عجلة السياحة دايرة بشكل جيد جدا. الحمد لله. لا انا عايز اطمن حتى زمايلي في القطاع السياحي في مصر، وباكد يعني هذا الموسم مصر بتشهد زيادات، يمكن عايز اقول اكتر من حوالي 40% زياده عن نفس المده من العام اللي فات. يمكن احنا كنا حاطين اهداف استراتيجيه ان احنا في نهايه الموسم ل 2023 نحقق بالكثير 14 مليون سايح. طبعا المعدلات اللي بدات تجيلنا من الرحلات اللي بتيجي لمصر من عدد السواح بدا يتزايد بشكل رفع طموحاتنا كمان في القطاع، وبدانا بنجهز استعداداتنا ان احنا نستقبل اكثر من 15 مليون رغم وجود الآن. منافسه كبيره بيننا يا دكتور وبين الدول المحيطه حوالينا. لا عايز اقول لحضرتك يعني انا في رايي الشخصي مصر خارج اي منافسه في منطقه الشرق الاوسط، ما لدى مصر ليس لدى اي دوله تانية. يعني عمالين يتعايقوا بحاجات، يعني عايز اقول لحضرتك احنا عندنا منها بالالاف، يعني التنوع السياحي يا استاذه سلمى اللي موجود عندنا في مصر غير عادي. صحيح. دي في على ده عدد المطارات اللي زاد في مصر وعدد الرحلات الطيران احنا السياحه الثقافيه مثلا بقت واخده حقها قوي عندنا دلوقتي، وبقى عليها اقبال شديد.
فعلا مع حضرتك حق، يمكن احنا كنا بتمثل حوالي 15% من صحيح. حجم السياحه اللي كان بيجي كان بيوجه للسياحه الثقافيه او سياحه الاثار. النهارده يعني زاد الرقم ده وزادت هذه النسبه يمكن حوالي 5% زياده، وده يعد معدل مهم جدا. حضرتك النهارده احنا في فتره الصيف، حضرتك لو تشوفي حجم السواح اللي موجودين في مدينه الاقصر النهارده عدد كبير جدا، مفيش اماكن في الفنادق، فده صحيح. طبعا مدينا يعني اطمئنان على الحركه السياحيه في مصر. صحيح. بشكرك دكتور باسم حلقه نقيب السياحيين على الاخبار الحلوه دي، بشكرك شكرا جزيلا، وطمنا طبعا كل الناس من خلال حضرتك.